بالبيرق الغالي تاريخك الزهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال بنا يتعطر الأحساب فينا يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي فرقين وسمها الخير ما غيرها نوالي بحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي Thank you.
مساكم الله بالخير مشاهدينا، ومسانا معاكم غير في السارية وسط هذه الأجواء الشعبية الحلوة. عندنا اليوم إن شاء الله فنون شعبية بنتعرف عليها، وبعد شخصيات بحرينية وغيرها من تراث ديرتنا الغني. مساك الله بالخير نيلة. مساك الله بالنور والسرور يا حسن، وأكيد أمسي على المشاهدين بكل خير ورحمة وغفران. فعلا حسن مثل ما قلت، كل يوم إن شاء الله راح نقدم معلومات مختلفة في مجالات مختلفة عن الأيام اللي طافت، وطبعا أكيد هذه الأشياء اللي احنا ودنا أن احنا ترسخ في أذهان المشاهدين بإذن الله. أكيد طبعا. قبل أن نبتدي الاتصالات معاكم، أكيد بداية حاب نوجه شكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الدعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج طيلة أيام الشهر الفضيل، وبإذن الله ثلاثة أيام العيد إن شاء الله. إن شاء الله، وأكيد نوجه لهم الشكر الجزيل. طبعا خلاص مشاهدينا تعودتوا إن أم هلال بدايتها تكون موجودة في العريش عند نسوان الفريج، فش رأيكم نروح نشوف العريش وشنو طباخهم الليلة حق غبقتنا؟ السلام عليكم، مساكم الله بالخير. عليكم السلام. شلونكم؟ شلونكم يا جمهورنا العزيز، يا مشاهدينا الكرام؟ الله يمسيكم بالنور وتسميحة الأمور. شلونكم يا حبايبي؟ يعطيكم العافية. طيبين الله يسلمك. اي نعم. ما يحتاج. ما يحتاج. ما يحتاج. اي والله. قولي لي واللي سلمك. قولي. انا ما يهيوني. قولي ما. لازم اسال عن غبقتنا الليله. ياه 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 ياه، اليوم شاي وشوي. اوه. اي. ماصلي كان عد. يا سلام. هذه واحده. يدففونا. والثانيه يا يبا اكو عندها الصوفي تشوفيه. ملح اكو مالح. اي نعم. وبعد اكو الجذور. وبعد منك نسوي الحلوى. الله اكبر. وبني حلوى. اي حلوى. وبنياتنا هكي عندها خبز رقوق اكو. اكو خبز رقوق. اي نعم. تخبز الرقوق. نعم تخبز. على الطبيعه. ومني قلون الشان عد علشان يبرز ويحطونه ويسوونه عبر مصلي. المصلي. اي نعم. في قوعته. في قوعته. وهم كل لبن بعد بور. اي فلسقه فلسقه. اي نعم. يا سلام. والسمك شيء يدففونه. اي نعم. بالبهارات. البهارات. وشيء يقلونه. اي نعم. وجدر العيش اكو. اكو يطبخ. يا سلام. يطبخ شيء ما يحتاج، يعطيهم العافيه. ذكرتون ذكريات الاول، تمنيت الصبا اللي راح يرجع. وطر اللي مضى ليته يعودي. سلام سلم. اي والله انه سلام سلم. صراحة هذه ترى الشغل. ايه. كل شغل مطعم الدعوس. نعم نعم. عم. نعم. اطلب وتمنى. ايه. ولك اللي يستلذ خاطرك لا. نعم. ايه. كل شيء موجود. كل شيء موجود عند الدعوس. كل شيء موجود. انا الحين بودعكم السلام، بروح حق مشاهدينا وبروح حق بنتي وولدي حسن. يعل دربك ما ينقطع. يعل دربك ما ينقطع يا بنت يا حبيبتي. دائما نيله اجواء العريش جدا غير، وتحديدا مع ام هلال. اكيد يعني الكم من يوم اللي تصير هناك ونشوف احنا شنو بنتغبق. انا خلاص على طول بس انتظر متى تخلص الحلقه. انا اكل امس ما نسيته ما شاء الله من كثر ما هو ناطع ولذيذ. أكيد. بس اليوم غبقتنا غير. غبقتنا اليوم مصلي بحاري كنعد وسمك، يعني الاوضاع غير بتكون ان شاء الله. اكيد اكيد. واحنا طبعا نحب هالسمك اللي عندنا في البحرين. اكيد طبعا. الخير الوفير اللي عندنا السمك اللي من البحر. ذاك اليوم ماكلين صافي. ايه. واليوم شنعد. لا لا يا بختنا. فوق فوق ان شاء الله. اي والله ان شاء الله على الاكل الطيب الشعبي البحريني. ايه تحديدا النكهه البحرينيه الاسلوب البحريني. صدق.
شو رايك نذكر المتابعين حسن شنو هي طريقة المشاركة أو شنو هي مسابقتنا في الأساس هنا في برنامج السارية؟ أكيد طبعاً، يمكن كثير من الناس اللي كانوا يتابعوني خلال الفترة ومشاهدين طريقة المسابقة بديتوا تحفظونه، بس نرجع دائماً نذكركم علشان نخليكم تعرفون أزيد وأزيد. طريقة الأسئلة بيكون عندنا 3 أسئلة بإذن الله، كل سؤال بيكون عنده توقيت معين ومبلغ نقدي معين. السؤال الأول بيكون قيمته 100 دينار في حالة تعرفتوا على الإجابة، وعندكم 30 ثانية للإجابة على السؤال. السؤال الثاني بيكون بقيمة 300 دينار، والتوقيت بيكون 30 ثانية. أما السؤال الثالث والأخير بيكون عبارة عن 500 دينار الجائزة، 20 ثانية، وكثير من الأحيان ما في مساعدات لهذا السؤال، وللأسف إذا وصلتوا للـ300 بتجاوبون على الـ500، ما جاوبتوا بترجعون إلى الـ100 دينار. ودائما أنا أقول نيلة يعني ما في خسران، الحمد لله ما أكيد عدنا أكيد أكيد ما كسبوا الـ500، ما وصلوا لـ100، الحمد لله تكفي وتوفي، الحمد لله أكيد كلها خير. وطبعا مثل ما وعدناكم أو مثل ما شفتوا الأيام اللي طافت، كل متسابق يكون عنده ديرة يفرها، وهالديرة مثل ما قلنا لكم هي البوصلة اللي كانوا يستدلون فيها أيام الغوص، إنه واخذة فيها 32 اتجاه كلها مسمية على أسماء النجوم، وإحنا خذنا منها 4 اتجاهات أساسية: الياه اللي هي الشمال، وقلنا قطب هي الجنوب، مطلع هي الشرق، ومغيب هي الغرب. وإحنا ودنا إن كل متصل معانا تطلع له سارية من هذه البوصلة، فودنا كل متصل لما يتصل ونقول حق أم هلال تفر له الديرة يقول يا رب تطلع لي السارية. ما شاء الله، عاد أمس 2 فازوا معانا في السارية اللي إحنا ما شاء الله استانسنا وفرحنا يمكن أزيد منهم، لأن هاي السارية إذا افترت وما نعرف إيش بيصير فيها بالضبط، توقف على السارية اللي هي شعار البرنامج، تفوزون بالـ500 من غير أي سؤال حتى. إن شاء الله فالكم السارية يا مشاهدينا. طبعا مشاهدينا للمشاركة في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول على الموقع الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة، تسجلون في بياناتكم من الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل فيكم. هذه الطريقة اللي قالتها نيلة للاشتراك معنا في البرنامج. أما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة وراجعين معاكم. الخليفي بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. طبعا هذه كانت طريقة السؤال على المسابقة، كل اللي عليكم تتعرفون على من قائل هذه الأبيات، وبإذن الله يوم السحب بيكون عندكم اتصال بنشوف. لحظة ما شاء الله عليك، لحظة واستنى شوي. اقبل الاخضر، اقبل، يا هلا ومرحبا، شتامرين عليه واقفين احنا، شلون يا حياك على حسب ماني عارفه وفاهمه ان البدايه عندي. يا أكيد. من عيون الثنتين تصير البدايه عندك الكاميرا عندك علي يا امه هاللقافه. لا ما انت لقف معاك مالنا بد منك جمال اليوم. شكرا نيلة، ما تلاحظين يوم عن يوم المرة دي يصير أنيقة أزياد وزياد. أكيد أكيد، أنا يوم يعني عن الثاني تنور أزياد. بعضي ما عندكم، أنا مقادرة أجاريك. قل عذب رب الفلق، الله يحفظك. الحوير مضرة ضربة أمك حبيبة قلبي، احنا من المحبة، من المحبة نقول الكلام الجميل. حبيبتي والله يا أم هلالي الغالية، حياك تفضلي. حتى بعد احنا ما نقدر اصلا نبتدي من دونك، بس يلا نورتينا ام هلال. طبعا مثل ما ذكرت لكم مشاهدينا بان هذا كان سؤال المسابقه، مسابقه السيارات، عليكم تتعرفون على مين قال هذه الابيات، وان شاء الله شاركوا معنا يوم الجمعه، تتصلون عليكم وتعرفون الاجابه، وباذن الله
يفوزون بالسيارة. إن شاء الله مشاهدينا حابين نذكر الفائزين في المسابقة إن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، هم عندهم بياناتكم إن شاء الله وأكيد بيتصلون فيكم. طبعا ناخذ أول اتصال اليوم عندنا، نقول ألو مساء الخير. مساء الخير هادي. مساء النور أختي نيلة. ألو مساء الخير هادي. يا هلا أختي نيلة معاك. يا هلا ومرحبا، مساك الله بالخير، مبارك عليك الشهر. على النا وعليك وعلى حسن وم... ترى أنا ومهلان. ما أسمع صوت هادي. هادي صوتك مو واضح عندنا، ترفع صوتك دم على كمر. أنا ما أسمع صوت هادي أبدا، أنت تسمعه؟ ولا أنا. مساء الخير. مساء النور يا هلا. هادي تسمعني؟ أي نعم. أوكي أنا يعني الصوت عندي كلش بسيط بس بحاول أن أنا أسمع. هادي مبارك عليك الشهر. على النا وعليك. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. جاهز حق المسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله نشوف أم هلال مع الديرة. يا هادي أنت جاهز؟ نشوف الديرة وين بترسيك؟ إن شاء الله. يلا يا هادي نشوف الديرة وين بترسيك معانا اليوم. يا رب إن شاء الله تطلع لك السيارة يا هادي. أمس الدعوة ما شاء الله بمرة ملك مثل ما قالت أم هلال. نعم. وفاز بالخمسمية على طول. إن شاء الله يا رب. مطلع. تعرف وين مطلع؟ الشرق. يا سلام عليك هادي، لا انت معانا مصحصح ان شاء الله. سؤالنا بيكون عن الفلك ان شاء الله. سؤالك يقول يا هادي، السؤال الاول ان شاء الله بيكون عن البحر. اسمعني هادي تسمعني؟ اي نعم. يقولون اهل البحر اذا طلعت ثريا عشيه قفلت غواويص شتيه، اذا طلعت ثريا عشيه قفلت غواويص شتيه. ثريا هذا طلعت ثريا عشيه معاي انت؟ اي نعم. قفلت غواويص شتيه. سؤالي يقول من اي جهه تطلع سلسله النجوم اللي يسمونها الثريا؟ هل من الشرق، من الغرب، ام من الشمال؟ هذه الخيارات وبيبتدي معاك الوقت 30 ثانيه هادي. وين تتوقع؟ ها الشرق. من الشرق؟ ثبت. انثبت. نعم. شرق اللي هي وين؟ احنا قلنا بخريطتنا ما اطلع. ما اطلع. سلام عليك ان شاء الله تطلع لك المية. مبروك عليك هادي، 100 دينار مقدمه من شركه بتلكو. اجاباتك من البدايه تمام ما شاء الله عليك. الله. طبعا مثل ما قلنا ان هذه تقول في عامه في عامه الشعبه ايضا بالكلام البحريني، الكلام اللي قلته مثل ما قالوا اهل البحر اذا طلعت للثريا شيه قفلت غواويص اشتيه. تمام عليك؟ وصلت المعلومه هذه ها؟ بتكمل؟ اي نكمل. يلا نكمل يا نيله. نكمل عند ام هلال. نكمل. ايش رايك تكملين؟ ما دام هو قال نكمل باين عليه انه صلوات على النبي محمد فطن وواعي. يا سلام. نكمل. الله يحفظك ام هلال. انزين. يقولون العامة واهل البحرين دلق سهيل، ليش ما يقولون طالع سهيل او ظهر سهيل او بون سهيل؟ ليش يقولون دلق سهيل؟ الاختيارات ظهر تنقل للنجوم من الدلجة يعني اللمعان، السير اخر الليل، سرع اخر الليل، شو الجواب؟ ها؟ السير اخر الليل. ها؟ صح. ثبت. الف مبروك، 300 دينار فازيت بها، مقدمة من شركة بتلكو، تستاهل. تستاهل الخير. الف مبروك يا هادي. هادي الله الله يبارك فيك. ان شاء الله نواصل معانا، بس قبل ما نواصل ايش رايك نشوف هالتقرير وراجعين مع الاستاذ محمد جمال، ايش رايك؟ اي ان شاء الله. ان شاء الله. نقول طلعت الشمس، طلع القمر، زين دلق سهيل، لاني حق سهيل نقول دلق سهيل. ليش؟ لأن في اللغة العربية الدلجة السير بآخر الليل، وسهيل هذا النجم اللامع اللي يظهر من الجنوب يظهر في الليل،
فلان يا نجم سهيل ليلاح توالي الليل عليه جب الخضرة وشدن عنان الخيل. هذه من الأغاني اللي غنونها لوليين على المعرس. يقولون مثلا عيسى يا نجم سهيل ليلاح توالي الليل عليه الجب الخضرة وشدن عنان الخيل. دلق السهيل وحليلك وحليل ولدوبك في الليل حزت غياب القمر ساعد دلوق السهيل. لاحظته دلوق السهيل مفردة فصيحة مستخدمة في العامية البحرينية. هادي ان شاء الله للحين ويانا. هادي مرحبا. هادي مرحبتين معك ويانا ان شاء الله مكمل ال 500. طبعا هذه معلومات حلوه من استاذنا المعد محمد جمال. مكمل معانا لل 500 ان شاء الله ولا بتنسحب؟ والله محتار. محتار يقول محتار هادي. يقول لك محتار يا المعد شو نقول لك؟ انا والله ودي انك تاخذ ال 500 لكنك مدام متردد. يعني ايش رايك تاخذ 300 وامنت الله وحده؟ ايش رايك؟ ايش قلت؟ نكتفي خلاص بالثلاث. بتكتفي بال300؟ ما قصرت يعطيكم العافيه. الله يعافيك. نقول لك الف مبروك عليك 300 دينار المقدمه من شركه باتلكو. مبروك عليك ال300 يا هادي. واكيد من بعده بنستقبل ام هلال ونيل اتصال ثاني. نقول الو مساء الخير. الو مرحبا. الو مرحبا. الاتصال باسم ليلى من معي والدة ليلى. شلونك ام ليلى؟ الحمد لله الله يسلمك. ان شاء الله زينه. الامور طيبه مع رمضان ان شاء الله. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك ان شاء الله. شلون تشوفين المسابقه ام ليلى؟ اوكي تمام الوضع؟ الحمد لله تمام. سهله المسابقه الاسئله معاك ماشيه صح؟ ان شاء الله. ايه ان شاء الله باذن الله. اذا نروح لام هلال ونشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. يلا يا ام ليلى نشوف الديره وين بترسيك. يا رب ساريه ان شاء الله. قولي يا رب ان شاء الله الساريه يا ام ليلى. ان شاء الله يا رب. يا رب الساريه. يا رب الساريه. اللهم صل على الياه. وين الياه يا ام ليلى؟ الشمال. في الشمال وانتي الصح. قبل ما نروح حق سؤالك خلينا نتابع هالفيديو عن جزيرة حوار وراجعين معاك حق الأسئلة. تقع جزر حوار على بعد نحو 26 كيلومترا جنوب شرق رأس البر بجزيرة البحرين، وتشتمل جزر حوار على 6 جزر كبيرة بالإضافة إلى أكثر من 30 جزيرة صغيرة، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 51 كيلومتر مربع و400 متر، ويصل أقصى طول لجزيرة حوار نحو 17 كيلومترا، وأقصى عرض نحو 3 كيلومترات، وأقصى ارتفاع نحو 19 مترا. تكمن أهمية جزر حوار في كونها من الأماكن القليلة التي لم يشملها العمران بشكل ملموس حتى الآن، ولهذا فهي تتميز ببيئتها البكر وتتصف بجمالها وصفاء بيئتها وتوزيعها الجغرافي الطبيعي وكائناتها الفطرية الفريدة. ونظرا لبعد جزر حوار الجغرافي ولمرتفعاتها المختلفة المنتشرة في الجزر، فإنها استقطبت أنواعا كثيرة من الطيور التي تعيش وتتكاثر فيها في أوقات مختلفة. وقد تم تسجيل أكبر مستعمرة في الشرق الأوسط لما يعرف محلياً بطائر اللوه أو غراب البحر السقطري، ووصلت أعداد هذا الطائر
إلى نحو 25,000 زوج في جزيرة السواد الجنوبية. وتشير إحدى الدراسات إلى أن هذه الأعداد تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي أعداد هذا الطائر على المستوى الدولي، مما يؤكد الأهمية الدولية لهذه الجزر، حيث ضمت جزر حوار محمية كإحدى المحميات المدرجة ضمن قائمة المحميات الطبيعية في اتفاقية رامسار التي صادقت عليها مملكة البحرين في عام 1997 للميلاد. ليلى، أم ليلى وياي؟ معك. أم ليلى طبعاً شفتي هاي الفيديو كان عن جزيرة حوار، وطبعاً من المعروف أن الجزيرة جزيرة حوار هي الجزيرة الأكبر من سلسلة جزر صغيرة المساحة منتشرة في جنوب البحرين. طبعاً هالجزر غير مأهولة للسكن ما عدا جزيرة حوار الكبيرة، كانت تسكنها إحدى القبائل العربية اللي لها امتداد في كافة أقطار الخليج. سؤالك أم ليلى تسمعيني؟ اي نعم. ولا عليك أمر، قصري شوي على صوت التلفزيون عشان أسألك السؤال الأول. فضل زاد فضلك. سؤالك الأول يقول شنو اسم العائلة اللي اتخذت من جزيرة حوار مسكن لها؟ هذه سؤالك، أعطيك الخيارات. الخيار الأول، هل هي الدواسر، النعيمي، ولا البن علي؟ الدواسر. نثبت لك الدواسر ان شاء الله. ان شاء الله الدواسر هي الجواب الصحيح. الف مبروك عليك ال100 دينار المقدمه من شركه باتلكو. تستاهل. مبروك عليك ال100 دينار ام ليلى. السؤال الحين بنواصل ان شاء الله، اكيد صح؟ ان شاء الله. يلا نواصل في السؤال الثاني، بعد بيكون عن المناطق والاماكن بالضبط وجزر حوار. بعد رايحه زارة من قبل جزر حوار؟ للأسف لا. يلا إن شاء الله زورينا بإذن الله عقب ما تحلين على هالإجابة إن شاء الله. يقول لك هناك عدد من جزر حوار أطلقوا أسماءها على أسماء شوارع في كافة مناطق البحرين، فهذا التصرف الجميل أم ليلى نثبت هذه الأسماء بشكل أكبر وتثبت في ذاكرة الجيل الجديد. من هالجزر جزر يسمونهم الحجيات، هي في الواقع مجموعة جزر. السؤال الحين، كم يبلغ عدد جزر الحجيات؟ هل هما 3 جزر، جزيرتين، أو 4 جزر؟ عندك 30 ثانية يم ليلى عشان تجاوبيني. كم يبلغ عدد جزر الحجيات في حوار؟ هل هما 3 جزر، جزيرتين، أو 4 جزر؟ 3 جزر. بس الأول ثلاث. 3 جزر. أثبت. نعم. يلا ثبت حق أم ليلى. 3 جزر. استاهل. فعلا مبروك عليك ام ليلى، 300 دينار مقدمه من شركه باتلكو. مبروك عليك. بتواصلين معنا؟ ها، ولا بتنسحبين؟ لا بنسحب. تنسحبين؟ سحبين. مبروك عليك ال300، وشكرا على تواصلك معنا ام ليلى. اذا نطلع فاصل معاكم مشاهدينا نيلة وام هلال، وبعد اكيد نرجع نتواصل معاكم في برنامج الساريه. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف، والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. But
متواصلين معاكم مشاهدينا من برنامج السارية، وناخذ اتصال جديد نقول ألو مساء الخير. فاطمة، فاطمة مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر. فاطمة ألو مساء الخير. فاطمة توقع أخو فاطمة، أخو فاطمة، أبو فاطمة، ألو مساء الخير. ألو نعم مرحبا. يا هلا ومرحبا، طبعا المشاركة باسم فاطمة، بس من اللي كلمنا؟ محمد. محمد والنعم فيك. نعم. يا محمد، محمد شلون رمضان وياك؟ نعم شلون رمضان وياك؟ الحمد لله رب لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. محمد جاهز حق المسابقة إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. قول حق أم هلال تفر لك الديرة، بس قبل لا نقول لها قول يا رب بإذن الله تطلع لي السارية. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، إن شاء الله الله يرزقك. ما دام إنك مستعد نشوف الديرة وين بترسيك إن شاء الله. محمد ما شاء الله مع الدعوة رفع صوته أزيد. إيه نعم إيه. السلام عليك إن شاء الله فالك. يا رب على حظك إن شاء الله. إن شاء الله وين محمد يا سلام. خمسمية محمد، 500 دينار، 500 دينار. لا إله إلا الله ما شاء الله. رب لك الحمد، رب لك العالي، الحمد لله رب العالمين. هذا فضل من رب العالمين، فضل من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله على قائمة البرنامج وعلى رئيس سمو الشيخ ناصر بن حمد. ما عليك زوج من الله، آمين يا رب. عليك بالعافية. ما قصرت يا أم هلال، أنت يومنا كلنا على ما قال. الله يسلمك، تستاهلون تستاهلون. اي أيوة والله الله يرزقكم، الله يطول عمر ان شاء الله الشيخ ناصر ويعزه. امين يا رب، امين يا رب العالمين. هب مقصر. الف مبروك يا محمد، عليك بالعافيه. ال 500 دينار الساريه طلعت حق محمد اليوم من نصيبه. لا تستاهل، الحمد لله. كذي نرتاح ام هلال من نعرف انه تنقط كذي الساريه حق واحد من المتصلين او واحده ويحصل 500. الحمد لله نستانس. الله يسلمك. نرجع حق الاتصالات ان شاء الله. ان شاء الله. لا قبل لا نرجع، انا الصراحه عيني على شغله، بس يعني تقولين عيني بارده الصراحه. ايه اللي لابسته تبارك الله، المريه الحلوه ذي، هذه المريه الاصليه ما شاء الله. اي ومن اي مجوهرات؟ مجوهرات جيهان. هذه صبتها، هذه الاصليه مالت الاول، هذه الطريقه الاصليه. ها الصبه الاصليه، هذه الصبه الاصليه، مجوهرات جيهان. يا ام هلال يا سلام عليها، هي والسمره مالتها. عليك بالعافيه. عاد بقول لك شنو قدوعك اليوم؟ ما سلفتي لنا عن القدوع. قدوعي عندنا ذي في البحرين نسميه احنا العسليه، العسليه، وكويت يسمونها صب القفشه. حلو. واحنا نسميه العسليه، العسليه. ومني عندنا العقيلي مسوينا على الطريقه الحديثه صغنونات. إيه ليش قبل كانت طريقه ثانيه اكبر؟ العقيلي البحريني مدور. يا سلام. وهذه مسوينا صغنونات على الطريقه الجديده، على الطريقه الحديثه، القيمه صغيره. إيه تاخذ لك وحيد بس. امس نايله واحنا ناكل الهريس، إيه؟ تقول ام هلال لا تاكل بقبشه ترى ما فيها بركه. إيه كل بصبعتين يصير فيها البركه. إيه هي الهريسه والمضروبه. اي والله العظيم العافيه ان شاء الله. اليوم بعد صافي على غير. لا اليوم مو صافي، اليوم كان عاد. إيه؟ اليوم كان عاد. يا سلام وصافي. يلا نشوف العريش، دام ذكرنا موضوع الاكل مره ثانيه والحلويات، نروح نايله ام هلال حق العريش ونتواصل معاكم من بعدها.
يابا أنا زغ قلبي على الحلوة. سلامت قلبك على الحلوة بتوصلك إن شاء الله. ما فيني صبر صراحة أذوقها يوم شفتها كذي هم قاعدين يحطون فيها المكسرات كلش. هذه أحلى شيء حزة التزيين بعد. ساعة يزيدونها بزيادة هم هلال. يزيدونها بالمكسرات. يزيدونها. شفت شلون كتبوا عليه الكوزو؟ اي والله. اول شيء الدهن الزينه اي شفته طعمه بتطعيم. السلام. بس لا تقولين زياده ترى ما تحمل تعبتي نفسيتي. اي والله اي والله. خلينا نتواصل خلينا نشوف من المتصل اللي معانا. الو مساء الخير بدر. مساء النور. بارك عليك الشهر. مساك الله بالنور والسرور. ان شاء الله جاهز بدر حق المسابقه؟ ان شاء الله جاهز. ان شاء الله باذن الله. قول اول شيء يا رب الساريه. يا رب السارية. يا رب السارية. حياة الله يرزقك يا رب مرزق غيرك إن شاء الله. آمين يا رب. بس ما دام إنك جاهز إن شاء الله جاهز. نشوف الديرة وين بترسيك. يلا نشوف الديرة يا بدر وين بترسيك إن شاء الله. إن شاء الله. وين يا بدر وين؟ أما 500 بعد يا بدر تكون من حظ. لا الياه بدر وين الياه؟ بدر معاي؟ وياكم. وين الياه؟ شمال. ايوه شمال. بس ابيك تصحصح معاي ترى الاسئله وايد ترى الاسئله بتكون ان شاء الله عن النباتات الصحراويه. نبتدي السؤال بدر. نبتدي السؤال يا بدر. بنشوف صوره معاك على الشاشه بدر من بعدها برجع ان شاء الله اسالك السؤال. خلينا نشوف الصوره. شفت الصوره يا بدر؟ ليه ما طلعت الصورة؟ ما عليش. الصورة اللي بتطلع لك هي تعتبر نبتة حولية. تعرف شنو حولية؟ يعني سنوية. تجي في الربيع تستوي وتروح. نلاقيها دائما في بر البحرين. يستخدمونها بدر كدواء لها فوائد طبية عديدة أهمها أنها تساعد في علاج حصوة المرارة وتتخلص بعد من آلام المعدة وعسر الهضم. سؤال الحين يقول شنو اسم هذه النبتة؟ عندك ثلاث خيارات. الخيار الأول إعادة الحوة أو العشرج. إعادة أو الحوة أو العشرج. بيبتدي معاك 30 ثانية الوقت. يلا نشوف. إعادة الحوة أو العشرج. إعادة. نثبت على إعادة. ثبت. نثبت أم هلال من هناك على طول. ثبت. ثبت. أنا واثق الظهر من الإجابة. نثبت لك. نعم. فعلا إجابتك صحيحة مقدمة من بتلكو 100 دينار في اسمعنا. بتواصل ان شاء الله. تستاهل. اواصل. انت واصل يا بدر. ان شاء الله. طبعا بدر ما فيها خساره. انت ال 100 دينار وضامنها ان شاء الله. سؤالك حق 300 دينار ايضا على صوره على النباتات الصحراويه. خلينا نشوف الصوره اللي على الشاشه وبعدها برد اسالك السؤال ان شاء الله. هذه الصوره طبعا حق نبته معروفه يعرفها اللي يحب البدو والبدوان. ياكلونها الأغنام والبعارين وكذلك حتى بعض الناس ياكلون منها وقالوا إنها وايد لذيذة إذا كانت رطبة قبل لا تجف من الشمس. شي يسمون هذه النبتة؟ أعطيك الخيارات إن شاء الله. إيه نعم الخيارات. الخيار الأول الحلتيت، سعدان ولا فوزان؟ الحلتيت. حلتيت، سعدان، فوزان. الحلتيت. يا يما خير الأمور الوسط. يا بدر. الحلتيت، سعدان، فوزان. خير الأمور الوسط. يا يا من مسلسل سعدون. سعدان. نثبت سعدان يا بدر. نعم سعدان. ألف مبروك. هذه 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. بتواصل. لا بتنصح. ها تواصل. لا بتنصح. خير الأمور الوسط. يا سلام عليك. قد عندي السؤال حق 500 بتواصل؟ والله دام عندك السؤال واصل. تسلم. نعم الظن في الله جميل. نعم الظن في الله جميل الحمد نعم. لله. يعني بيواصل معاك ان شاء الله. بيواصل ان شاء الله حق 500 باذن الله ان شاء الله. انزل السؤال يقول نبت خرج نستخرج من جذورها كثير من الأدوية ولها خاصية التقليل من مستوى الجلوكوز في الدم. طبعا هي مفيدة حق مرض السكر. السؤال يقول
شو اسمها النبتة؟ انزين ايه عاد شو اسمها؟ ها اول حرف منها حاء. حاء حاء. اذا الانسان اللي مشندس، الانسان اللي مشندس يقولون له حن حن. اي اي صح حن. اي خلص الوقت للاسف يا ام هلال. يا يما قلتها لك، قلتها لك يا حبيبي. يلا خيره بغيره ام هلال، ان شاء الله فاز ب 100 دينار مقدمه من شركه بتلكو، ما طلع خسران معانا. اكيد ما حد يطلع خسران معانا في برنامج الساريه، اكيد ما حد خسران. ناخذ اتصال جديد. عندنا اتصال. حاولتي صح؟ حاولت. حاولتي كثر ما تقدرين. اعطيتها ثلاثة حروف. خلص الجواب. هو قال نص الجواب بس ما كمله. ايه ويوم قلت له قولي. خوف متردد. عاد انا ما بيش تكوني كذي حزينة ام هلال، ان شاء الله بعد في المتصلين الباقيين تعطينهم امل وتكونين معاهم ازيد وازيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا مشاهدينا حابين نذكر الفائزين في المسابقة ان استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي. بيانات الفائزين بيتواصلون معاكم لتسليم الجوائز ان شاء الله. نرجع حق المسابقة. نرجع حق المسابقة اكيد. نقول الو مساء الخير. الو. الو مرحبا، من معاي؟ معك فاطمة عبد الله. فاطمة؟ اي نعم. مبارك عليك الشهر فاطمة. علينا وعليك. يا سلام. السؤال بيكون ان شاء الله اذا انت جاهزة مع الديرة على طول عند الغالية ام هلال تستبشرين معها بالخير باذن الله. ان شاء الله ما دام انت جاهزة يا يمه نشوف الديرة وين بترسيك. يلا يلا شوف الديرة يا فاطمة. يلا وين بترسيك يا فاطمة؟ الديرة تهجين. هل على 500 وتطلع لك السارية؟ إن شاء الله على 500. لا طلعت لك على مطلع أم هلال. مطلع. وين مطلع أم هلال؟ لازم تعرف الحين فاطمة عاد. وين مطلع يا أم هلال؟ وين مطلع يا أم هلال؟ انقطع الخط. فاطمة أتمنى إن شاء الله ترجعون تتواصلون معاها. إن شاء الله. أهم شيء هذا السؤال أم هلال. إيه. اللي دائما نأكد عليه إحنا ونيلة وإدارة البرنامج نعرف الاتجاهات. الاتجاهات. طالع الاتجاهات وين؟ عاد احنا الحين نايله لازم نسوي اختبار حق ام هلال. ايه لو من انت ما عرفتك انك ما اطلع وين؟ ما اطلع ينوب؟ لا ام هلال انتوا اللي قلتوا لي ما اطلع وين؟ شارق ما اطلع ام هلال والياه اللي طلعت اليا شمال. يا سلام عليك. والينوب؟ الينوب؟ ايه شارق قطب. قطب. يا سلام. فاطمة ردت بشارة خير الحمد لله. عشوة عشوة اللي ردت. فاطمة رجعتي معانا؟ اي نعم. وين رحتي يا فاطمة؟ خفنا عليك. ما اعرف. يلا رجعنا حق ام هلال ان شاء الله. الديرة طبعا رست على مكان وطلعت لك السؤال في الحلوة البحرينية. السؤال بيكون عند ام هلال. اي السؤال يقول يا فاطمة العصيد اللي قال عنه المثل البحريني بارك الله في العصيدة تفور فورة وتستوي. تستوي بس لا بس خلاص. السؤال يقول شن هي أهم مواد تتكون منها أو نسوي منها ثلاث مواد تستوي منها العصيدة؟ الاختيارات حب العيش المطحون والهيل والحليب أو الطحين والنشا والزيت أو الطحين والشكر والدهن. ها إيه العصيد إيش منه تستوي ثلاثة أشهر؟ العصيد تستوي الطحين الطحين والنشا والزيت. الطحين والدهن الثاني ولا الثالث؟ يا ربي قولي يا يما بيروح لوين؟ شي يحطون في الشاي. الطحين والدهن ثلاثة. اي وشنو؟ خلصنا. والسكر والسكر بس. وانت صح كسبتي 100 دينار فاطمة.
نشفتي ريج ام هلال يا فاطمة تشرح لك تأكد لك على المعلومة. مالي في المطبخ مالي في المطبخ ما علش إن شاء الله من عقب هالسؤال لك في المطبخ لأن قاعد تفوزين بالجائزة بإذن الله. عاد حالات العصيد ام هلال فشتة ها ويحلونها بالبيض حتى في الصيف يا سلام عليها حلونها بالبيض إن صارت لين صارت لك يعني ها مسوينها عدل على وصولها أي. ولينة والدهن والبيض فوقها محموس الأول من بلحين هي حين مرة يسوونها أبيض مشان عدوله ما تعجبك ها عصيدة الحين؟ لا أنا أحب عصيدة الأول حتى ساعات يقولون مهلال حارة يا عصيدة تو الصدقة جديدة صح؟ تو الصدقة جديدة تمام هذه زين أنا حافظها فاطمة فاطمة هلا ويانا أنت إن شاء الله مواصلة أي معاكم إن شاء الله بس واللي سلمك ركزي إن شاء الله ما زلنا في الحلويات سؤالك الثاني يقول من الحلويات المعروفة في البحرين شيء ينذكر وما ينشاف شنو ذي؟ ينذكر وما ينشاف ساعات يقولون حق أحد كنك ما تنشاف بيض الصعو بيض الصعو ثبتلك وإجابتك صحيحة فعلاً بيض الصعو هاي 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو طبعاً احنا دايماً نقول عن الشخص اللي ما نشوفه إلا قلة نقول له أنت كنك بيض الصعو ما نشوفك لكن الأساس الشيء اللي ما ينشاف هو طائر بيض الصعو ما يشوفون بيضه لأنه يعتبر من الطيور المهاجرة فما يمدينا أن احنا نشوف البيض ماله بس الحلاوة فإحنا نشوفها وناكلها فهي تعبير مجازي بتواصلين يا فاطمة ولا بتنسحبين؟ والله خاف أجازف يعني بتجازفين ولا بتكتفين؟ والله شو أقول لكم؟ أنا أقول لكم خير الأمور الوسط وراعي النصيفة سالم سلمي على 300 الحين أم هلال فاطمة تقول لك سلمي على 300 نسمع نصيحة أم هلال ولا بتواصلين؟ إي على المضمون نسمع نصيحة أم هلال إذا ألف مبروك عليك 300 دينار المقدمة من شركة باتلكو عليك بالعافية طبعا ما لنا بد عن القهوة يوميا طبعا شو قولك يا أم هلال أكيد تعدل الراس أهل الخليج كلنا نحب القهوة ولا لين صارت عود القهوة يعني حمستها زينة قليتها ومحكمة بالهيل إيه والزعفران وياي راي بخاثرة لا هي بمرة اللي تلقط الريج ولا هي بمدلوقة مويو لا خوش قهوة خوش قهوة خوش قهوة أكيد ضقتي منها بالعافية يضقتي ما قصروا مشاهدينا بنطلع فاصل معاكم وإن شاء الله راجعين نتواصل مع برنامج السارية لا تروحون بعيد للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق الله شفتوه؟ شفناه؟ هذي لقن صغير ما شاء الله هالحلوة وتشوف هالبستق فوقها والهيل والكازو وهالروايح تمنيت المشاهدين يشمون هالروايح الزينة أتوقع واصلة والله من شكلها الناس كلهم يسنون حتى عن نوعية الأكل أو أي حلوة زعفران يفوح منها والدهن الزينة شوفي أنت تسولفين عن الحلوة وأنا ها على طريف ترى بايتش تحيات
مو بقادرة. ايش رايك تاخذين اتصال بدل ما تسولفين على الحلوى؟ لان قلبي كلش رهيف على الحلوى. سلامة قلبك. الو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا، حياك الله علي. ايه نعم عليك. اهلا وسهلا، الشهر عليك مبارك ان شاء الله. مبارك. ها يا علي، جاهز معنا؟ جاهز معنا حق المسابقة؟ جاهز. ان شاء الله ان انت جاهز، بس خذ بالك وركز معنا انزين، ونشوف الديره وين بترسيك. يلا نشوف الديره يا علي وين بترسيك. قول يا رب ال 500 يا علي وتطلع لك الساريه. يا رب تشوف يا لا علي ما شاء الله. والله انا ترى اقول لكم يومين الحين. صلاه مبروك علي عليك ال 500 دينار، الف الف مبروك. تستاهل يا علي، 500 دينار مقدمه من شركه بثلكو، طلعت لك الساريه من غير اي سؤال. شخصين يا علي، شخصين معانا اليوم. عليك بالعافيه وتستاهل علي. هلا. دريت ان طلعت لك الساريه؟ دريت. دريت ان حصلت 500 من غير سؤال. يلا علي، يمه علينا بحماس. علي الله مو مستوعب. مو مستوعب، مو مستوعب. بنرد نقول لك مره ثانيه، فز معانا ب 500 دينار علي من غير سؤال. مقدمه الحين استوعبت بعد الحين. يلا كم مرة تبي تسمع علي؟ عجبته صوت الموسيقى مال 500. مبروك عليك ال 500 مقدمة من شركة بتلكو الغالي. كان مو مستوعبنا الى الان. لا كلش يبين انه هو يعني حتى ما يدري انه طلعت له السارية. الف مبروك عليك يا علي، متواصلين معاكم. ناخذ اتصال جديد حسن. ناخذ اتصال جديد نقول الو مساء الخير. الو مرحبا نجيبة معانا. عليكم. مساء الخير نجيبة، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله بالخير والسلامه. نجيبه اللي قبلش كان مو مستوعب الخمس تهجين بعد تطلع لك انت الساريه. يا رب قول يا رب. يا رب ام هلال الحين مع عيني. يا ام هلال يا رب يا عيوني، يا رب يا ام هلال حاجتها انا يا عيوني. يا رب وليده ما خربت لك الساريه علينا وعليك وعلى جميع المسلمين يا ربي. بارك على الجميع ان شاء الله. الله يطول عمرك. الله الله يرزقك ان شاء الله. نشوف نشوف الديره وين بترسيك يا رب. الساريه نشوف الديره يا نجيبه وين بترسيك يا رب. الساريه مغيب، تعرفين وين مغيب؟ مغيب من الغرب كنا. يا سلام عليك نجيب. مالي في الاسئله انا. لا لا ان شاء الله الاسئله بتكون سهله باذن الله. ساعدوني ساعدوني ان شاء الله. تمرين امر الغاليه. طبعا سؤالنا بيكون عن الشخصيات من البحرين. خلينا نشوف صوره مع بعض وبرجع ان شاء الله اسالك. يلا نشوف الصوره يا رب. هذه صوره حق فنان بحريني، شفتيها؟ دقايق بتطلع لك الصورة إلا ثواني إن شاء الله. شفتي الصورة؟ مطرب ترى وايد معروف نجيبة، صراحة وايد معروف، يعني من مطربين القديمين. السؤال أعلموني. لا لا إن شاء الله بتعرفين. يقول لك من هو هذا الفنان؟ هل هو الفنان محمد بن فارس، أو الفنان أحمد خالد، أو الفنان محمد راشد الرفاعي؟ اسم معروف في البحرين، هل هو محمد بن فارس او الفنان احمد خالد؟ قوليها بس. هاي ام هلال قوليها، خليك معنا. ايش قال لك هو اول واحد؟ محمد بن فارس. محمد بن راشد الرفاعي. محمد بن فارس او احمد نجيبه بس على ليش ترى محمد بن راشد الرفاعي. نجيبه محمد بن فارس اثبت. محمد بن فارس. نثبت لك محمد بن فارس. اي يمه محمد بن فارس. يا سلام عليك، فزتي معانا ب 100 دينار من شركه بتلكو. نجيبه ركزي ترى ساعات احنا والله نحاول نساعد بطريقه، بس انت عليك تفهمينها شوي. ايش اسوي؟ ما اعرف مال اول. لا ما عليك ان شاء الله بتعرفين ان شاء الله. نجيبه نعم. هذه 100 دينار وعندك، واحنا ان شاء الله مواصلين معاك حق ال 300 مثل ما قال حسن. انت ركزي معانا واحنا ان شاء الله بنساعدك، لان ودنا هالمعلومات ترسخ في الذاكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شوفي هالصوره اللي راح تطلع على الشاشه لشاعر بحريني ان شاء الله. شفتيها؟ لسه خلا تطلع. بتطلع الحين الصوره عقب ثواني. هذه شاعر من شعراء البحرين المشهورين.
طبعا الله. هذه الصورة وهو في ريعان شبابه. ودنا تقولين لنا من هالشاعر؟ هالشاعر من هالشاعر؟ صبري بعطيك خيارات. خياراتي ما بتيج بس بعطيك خيارات. هل هو إبراهيم العريض؟ هل هو الشيخ أحمد آل خليفة؟ ولا هل هو عبد الرحمن المعاودة؟ يلا يا نجيبة خير الأمور. لا قولي سلمتش. لا روحي وراء. عبد الرحمن المعاودة. عبد الرحمن المعاودة ثبت. ثبت لها عبد الرحمن المعاودة. وهذه الإجابة الصحيحة. 300 دينار فعلا. توكل بإذن الرحمن. هذه 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو. فعلا الشخصية اللي كانت معانا هي الشاعر عبد الرحمن المعاودة في ريعان شبابه. نجيبة تواصلين؟ تواصلين؟ والله ودي أواصل بس أخاف. لا لا توكلي على الله إن شاء الله خير. أخاف يما أنت ركزي واستهدي وسمعي السؤال وسمعين نحن شو نقول لك ما تقولين ساعدوني. انت ركزي يما معانا واستهدي بالرحمن وإن شاء الله ربي بيرزقك. بركز معاك يا رب الرزق لليتيمة. يلا نجيبة نواصل يعني إن شاء الله على خير. يلا نواصل. يلا نواصل يا رب. نواصل. السؤال الثالث يقول يا نجيبة هي شخصية هندية عاشت معانا وحبيناها. هذا الشخص هو دكتور طبيب قديم قدم للبحرينيين ما شاء الله خدمات عديدة وجليلة عبر عقود من الزمن. ايه من اسم هذه الشخصية الهندية؟ هو دكتور جدا معروف. انا بروح شوي عند ام هلال لان باذن الله بساعدك. وين الطبيب؟ ما ادري والله. انا على حسب ما انا عرفت واحد يسمونه سنو وواحد يسمونه بندركال. واحد يسمونه احسنتي ثبت بندركال. بندركار. بندركال. الدكتور مبروك عليك نجيبة. قلت لك استمري الحمد لله. مبروك عليك. 500 دينار. 500 دينار من شركة باتلكو. فعلا هو شخصية هندية عاشت معنا في البحرين. دكتور نفس ما ذكرنا قدم شخصي قدم خدمات جليلة للعديد من البحرينيين وينقال له بندركار. ثبت المعلومة نجيبة ومبروك عليك ال 500 دينار. مشكور. من شركة تستاهلين ال 500 دينار يا نجيبة. تستاهلين إن شاء الله. مبروك عليك. أم هلال. نعم. قبل في محرك كانوا يسمونه باسم غير من كثر ما حبوه الدكتور. كانوا يسمونه عيسو. يسمونه عيسو. عيسو بند. وشلون يلفظونها العيايز والنساوين الأول. شلون؟ حتى الشياب. شلون؟ عيسو بندركال. 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 إيه. يبونها آخر شيء باللام. عيسو بندركال. والله حلو إن إحنا نعرف هذه المعلومات. معانا اتصال جديد. ألو مساء الخير سلمان. يا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك الله يسلمك. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله. والله الحمد لله. سلمان إن شاء الله جاهز حق المسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا نروح حق أم هلال صفر الديرة بس قول يا رب. إن شاء الله. السارية. إن شاء الله. ما دام إنك جاهز قول يا رب إن الله يعطيك. إن شاء الله. 500. إن شاء الله. ونشوف الديرة وين بترسيك. إن شاء الله. مطلع سلمان. نعم. نعم الله عليك. وين مطلع؟ مطلع. مطلع وين؟ شرق. شرق. وانت الصح لكن مو بهذه سؤالك. شوف صورة على الشاشة بتطلع لك الحين وبسألك سؤال من عقبها. ان شاء الله. ولا شوف هذه الصورة. ان شاء الله. طبعا هذه صورة قديمة جدا لأحد الأسواق في المحرق القديمة. شفت الصورة؟ شفت الصورة. زين. لحظة بسألك السؤال لحظة. إن شاء الله. شو اسم هذه السوق اللي شفناه؟ شو اسم السوق؟ خيارات. بعطيك خيارات. أكيد بعطيك خيارات. الخيار الأول سوق الجمال، سوق البعارين، ولا سوق الخارو؟ أخذها من آخرها. أخذها من آخرها. هاي ما سلمان. سلمان وينك؟ سوق البعارين. لا سلمان وين يسلمك؟
تقول لك خذها سوق الخروف الخارو ثبت. فعلا ثبت. فعلا نثبت الجواب هو سوق الخارو. هذه 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. هذا السوق كان موجود في بدايات القرن العشرين. بتواصل ولا بتنسحب؟ أكيد ما بينسحب. تو الناس عليه. نواصل إن شاء الله على خير. بتطلع لك صورة إن شاء الله. من بعد الصورة بسألك سؤال الثاني. الله يخليك ركز. ها نشوف الصورة مع بعض. بتطلع لك الصورة بتشوفها. في الصورة اللي بتطلع لك أو إذا طلعت لك إن شاء الله. إيه نعم. هذه السوق الحين طبعاً مو موجود، لكن في فترته كان متخصص في بيع الحمير يوم كان للحمار دور بارز في الحركة الاقتصادية. كانوا يعتبرونه مثل شنو؟ مثل التاكسي. موجود كان في كل سوق في البحرين. كان في هناك موقف لأصحاب الحمير علشان ينقلون البضاعة للبيوت. سؤالي يقول ما اسم هذا السوق؟ سوق الخميس. انثبت ما شاء الله. انثبت بدون خيارات. إجابتك صحيحة. مبروك عليك 300 دينار. الله من شركة بتلكو الغالي. تستاهل تستاهل تستاهل. طيب الله يسلمك. سلمون سلمون بتواصل؟ تواصل ما حق 500 بس على علم علم مهلال. علم مهلال ترى سؤالك الثالث عند مهلال. عسو خفيف بسيط. الله يسلمك. بسيط ما في خيارات. اي لكن عاد اكيد بسمعه. يلا البركه في تساعديني. يلا بتواصل. يقول شكلك بتساعدينا. ان شاء الله باذن الله. ها نبتدي. توكل على الله. توكلنا علي وامنا به. السؤال يقول سوق يبيعون فيه التمر، وهو طبعا القضاء الثاني من ناحية الأهمية، القوت للمواطن البحريني عقب العيش تمر. هذه طبعا الأول. أين يقع سوق التمر؟ سوق التمر وين؟ أنا من وين؟ أنا من أي منطقة؟ منوك أعبر الجسر. ها؟ لا الجسر مني المنامة عقب راس رمان. وين وين تروح؟ محرك أحسن ثبت. وفازت بالخمسمية دينار. أم هلال فظيعة. بدت لك أنا من وين؟ 500 دينار من شركة بتلكو. مبروك عليك. هذه أم هلال اللي كان يتابع أن أنت بالضبط من وين وقصة حياة شعب بن محرك مفصيلة جاوب. مبروك عليك الـ500 دينار. مشاهدينا خلونا نروح للعريش وراجعين لكم إن شاء الله من بعد ما نشوف طباخ قفقتنا لليلة. ما شاء الله ما
شاء الله يعني نايل ام هلال اليوم خوش حلقه ساريه طلعت حق شخصين هذه شيء ونس بس والله اكيد إيه. بس انت كنت زعلانه كني بك وايد زعلانه ليش لان كنت واثقه انه بيجاوب يعني سبحان الله ما ادريش يا قلنا له اللي محن كذا كذا لا ما عليش ان شاء الله هو مستانس معانا اكيد وفاز بالمية فاز ولا بالمية واحنا ما عندنا حد خسران مثل ما قلنا دائما ما حد يطمن مثل ما رزقه مكتوب له الحمد لله اي والله طبعا اكيد قبلتنا وصلت طالع هناك طالعي ايش هالعذاب اللي احنا فيه عاد احنا شوفي ما تشوفي احنا قاعدين هنا لا ما في عذاب ان شاء الله كله خيرات خير بس يا سلام مصلي كان عاد ونقدر على ذي كله قواكم الله نسوان فريجنا الغليات عساكم على القوه ما قصرنا مشغول كان عاد مشغول كان عاد مشغول كان عاد تسلم الايادي نقول احنا هل البحرين في قاعته في قاعته مصلي يا سلام يا سلام يلا شوفوا الاتشر البحريني كني اشوفك قاعده تسحب الصحن صوبك لا لحظه انت لا تاكلين ذي انت خليك على الحلوه جيبي الحلوه قالت ابي حلوه واحنا ان شاء الله بنضرب على العيش انا ام هلال يلا عليكم بالعافيه شو اقول لكم طبعا نشكر اكيد مطعم الداعوس على هذه الطباخ الطيب وقواهم الله نسوان الفريج طبعا قبل الختام خلونا نشكر الداعمين على هذا البرنامج على راسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه وايضا لجنه رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم لهذه البرنامج نقول حق المشاهدين شي نقول لهم نلقاكم باكر الساعة كام بإذن الله 10:30 تابعونا 10:30 هذا اللي قالوا مع السلامة مع السلامة إلى اللقاء سموا لعل ما يسمع